بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع منتخب مصر الأولمبي اللي اكتفى بالتعادل السلبي أمام النيجر في المباراة اللي أقيمت امبارح، ده على استاد ابن بطوطة بالمغرب في الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقية للشباب تحت 23 سنة. فريق الأهلي تأهل لدور 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس بالنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور 32 لبطولة الكأس، وسجل هدف الأهلي حسين الشحات. لعيبة فريق نادي الزمالك خاضوا فقرة خططية خاصة على هامش المران اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وركز الجهاز الفني للزمالك خلال الفقرة على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكرة. منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 خسروا من منتخب الصربي بنتيجة 33-26 في أول لقاءاته بالدور الثاني ببطولة العالم المقامة في اليونان. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج سلط الضوء على زيارة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للأماكن الأثرية في مصر مع عائلته، ونشر الحساب الرسمي للبريمير ليج على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجوارديولا مع عائلته أثناء زيارتهم للآثار المصرية، وكتب عليها كاتب التاريخ في عبق التاريخ. نادي الهلال السعودي أعلن امبارح تعاقده بشكل رسمي مع كاليديو كوليبالي مدافع فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم كوليبالي لتشيلسي في 2022 مقابل 38 مليون يورو، وكان مرتبط بعقد مع تشيلسي لحد شهر يونيو 2026. النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر التشكيل المثالي لأغلى نجوم كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية، ونشرت شبكة ترانسفير ماركت العالمية التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعب في عالم كرة القدم في مراكزهم المختلفة واللي بتبلغ قيمته 1.21 مليار يورو، ومنهم جه هالاند ومبابي وفينيسيوس. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد وجوان علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.